السلام عليكم، يا رب يكون الجميع بخير. اتكلمنا قبل كده من فضل الله عز وجل عن الإيمان بالقضاء والقدر، وإن الإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بأربع مراتب، واتكلمنا إن المرتبة الأولى هي العلم والتانية هي الكتابة، والفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة والإرادة. معنى الإيمان بمرتبة المشيئة والإرادة أن المسلم يؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مفيش حاجة بتحصل في السماوات والأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مفيش حاجة بتحصل في الكون إلا الحاجات اللي ربنا أراد لها إن هي تحصل. وإرادة ربنا سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن نوعين: واحد، إرادة كونية قدرية. اتنين، إرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية دي بمعنى المشيئة، ودي الحاجات اللي لابد إن هي تحصل، وممكن تبقى مما يحبه الله زي الصلاة، وممكن تبقى مما لا يحبه الله زي المعاصي. ربنا شاء إن الصلاة تحصل، وشاء إن المعاصي تحصل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية القدرية هي المقصودة لما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ما بيحصلش شيء في الكون خير أو شر إلا بمشيئة الله. قال الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة دي تشمل كل شيء موجود في الكون خير وشر، فالله أراد أن يبقى فيه أنبياء لحكمة، وأراد أن يبقى فيه إبليس لحكمة، وأراد أن يبقى فيه زواج لحكمة، وأراد أن يبقى فيه زنا لحكمة. ولو في شيء أنت مش مدرك الحكمة من وجوده، ده مش معناه أن مفيش حكمة، لأن عدم العلم لا يعني العدم. عدم علمك بشيء ده مش معناه ان الشيء مش موجود، ممكن يكون الشيء موجود بس انت مش مدركه، وممكن غيرك مدركه، وممكن انت تدركه بعد وقت ان شاء الله. اي شيء بيحصل في الكون ما بيحصلش الا بمشيئة الله، واي شيء بيحصل في الكون بيحصل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن اسماء الله الحسنى الحكيم، اي الذي لا يقول ولا يفعل الا الصواب. في حكمة لوجود كل شيء في الكون، فلو في شيء انت شايفه شر، الشر ده في حكمة من وجوده، ونفس الشيء ده فيه جوانب خير. ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شيء شر 100%. لو هنقول مثال عن الحاجات اللي الناس بتشوفها فيها شر، ربنا شاء يكون في مرض ويكون في ألم، ممكن إذا فكرنا في الحكمة من وجود مرض ممكن بفضل الله نقول إن الإنسان لما بيمرض هو واللي حواليه ممكن يحس إن الإنسان معرض للموت، وإن الحياة اللي من غير موت وإن السعادة الكاملة مش موجودة غير في الجنة. ممكن مريض بسبب مرضه يلجأ لربنا، وإذا كان مقصر في العبادة يبدأ يستقيم في حياته. ممكن مرض الإنسان يكون اختبار لأهله فيصبروا عليه ويعاملوه كويس ولا لا. المرض ممكن للشخص المريض ده يكون تكفير ذنوب ورفع درجات في الحديث: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. بيقولوا إن الأشياء تعرف بأضدادها، لولا الظلام ما كنتش عرفت ان في نور. كذلك اللي يجرب المرض بيعرف قيمة الصحة، وممكن بعد كده يخصص مبلغ ووقت للمرضى. دي بعض الحكم اللي ممكن بفضل الله نفكر فيها من خلق شيء فيه شر وهو المرض. جوانب خير اتكلمنا عنها في المرض مقابل جانب شر واحد. اراد ربنا سبحانه وتعالى وجود الشر لحكمة، ومش معنى انك مش مدرك الحكمة ده مش معناه ان الحكمة مش موجودة، لأن الحكمة في كل شيء أراده ربنا سبحانه وتعالى في الكون. أفعال ربنا كلها عدل ورحمة وحكمة. ولو فكرت ووصلت بفضل الله لبعض الحكم عن وجود شيء معين، الحكم اللي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده بالنسبة للنوع الأول من الإرادة، إرادة ربنا سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن، وهو الإرادة الكونية القدرية. أما بالنسبة للنوع الثاني اسمها الإرادة الشرعية الدينية، معناها المحبة، يعني الأمور اللي ربنا بيحبها. دي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ودي الحاجات اللي ربنا بيحبها ويرضاها. ربنا سبحانه وتعالى قال: والله يريد أن يتوب عليكم، يعني ربنا يحب إنه يتوب علينا سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للنوعين الإرادة المذكورين في القرآن أو في الإسلام.
برضو احنا بنتكلم عن مرتبة المشيئة، ان ربنا سبحانه وتعالى له مشيئة، فما فيش حاجة بتحصل في الكون الا بمشيئته سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اعطى للانسان مشيئة وارادة، قال سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله. هنا في الآية مشيئتين، مشيئة لله سبحانه وتعالى ومشيئة للعبد. الله اعطى للانسان المشيئة والارادة ليفعل الانسان بهذه المشيئة وبهذه الارادة ما يريد، وما سيفعله الإنسان لن يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. والإنسان عنده مقدرة على فعل سلوك الخير وعلى فعل سلوك الشر، وله حرية الاختيار. قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان له حرية الاختيار، وبكده هو مش مجبر مش مسير، وفي نفس الوقت اللي هيعمله الإنسان ده ربنا شاء إنه يحصل وأراد إنه يحصل، وبكده الإنسان مش مخير 100%. فالإنسان مش مخير ولا مسير، الإنسان بين التسيير والتخيير. لأن لو الإنسان مجبر يبقى هنتسأل يوم القيامة إزاي إذا كنت أنا مجبر على فعل شيء، إذا كنت أنا زي الروبوت أو اللي بيسموه الإنسان الآلي، يبقى إزاي يوم القيامة أسأل عن أفعالي إذا كنت مجبر عليه. الإنسان ليس مجبر، ولو الإنسان مخير إنه يعمل أي حاجة خارج إرادة الله يبقى فين قدرة ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ إذن إنسان لا هو مجبر ولا هو مخير، الإنسان بين التسيير والتخيير. إذن سؤال هل الإنسان مسير أم مخير؟ إجابة السؤال ده مش من خيارين ولكن من ثلاث خيارات. واحد، الإنسان مسير. اثنين، الإنسان مخير. الإجابة الثالثة وهي صح أن الإنسان بين التسيير والتخيير. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلله مشيئة وأعطى الله للإنسان مشيئة، لكن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد مترتبة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ده كان كلامنا عن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن شاء الله لنا كلام تاني عن المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. والسلام عليكم.